قلت له ايه اللي عرفك ان هي مش لبزوز؟ قال في اكسس في مظاهر لبزوز. فده بقى واحد فاهمين متدرب وعنده وعي، عنده وعي فعلا. ده انا انبسطت جدا وبدات اتكلم معاه واقول له طيب ايه؟ وفتحت معاه خط. فالمارين سبورتس والسنوركلينج والدايفنج ده حاجات مهمه جدا في جنوب سيناء من المسارات الرئيسيه عشان تبقى السياحه البيئيه المستدامه لازم تحقق اشتراطاتها وتحافظ على البيئه البحريه زي ما تقفل النهارده. بعد كده تسلق الجبال. تسلق الجبال ده من انواع السياحه البيئيه. فلو خدت مجموعه من السياح وبدات ليهم تعليمات ومعلومات عن الجبال الموجوده في جنوب سيناء وبدات تعملوا هايكنج، في ناس بتدور على موضوع الهايكنج ده، تسال عن قدر من الكلام ده. بس في شركات في مصر كمان بدات تسوق لموضوع الهايكنج وتسلق الجبال. عارفين الكلام ده؟ صح كده يا محمود؟ في شركات بدات تسوق. كان عندنا مؤتمر في الشهر اللي فات للسياحه، مشروع جديد للسياحه البيئيه في مصر، وكان عندنا شركه بتسوق للسياحه صدق هايكنج يعني. في كمان سياحه الصحراء، الديزرت سفاري، الكامبينج، صح؟ اللي بيروحوا الواحات، اللي بيروحوا الحته اللي فيها تخييم، واخد بالك؟ ممكن يقعد يبات يومين وثلاثه واربعه واسبوع في الصحراء بالخير، حتى في راس محمد في كامبينج جامد، مظبوط؟ فده ايه؟ فده نوع من انواع السياحه البيئيه الراقيه. يعني ايه؟ ده يستمتع بالطبيعه، وعشان يحقق الموضوع ده لازم يحافظ على الطبيعه، ما يلمش الخطر اللي موجود والشجر والنباتات ويولع نار مثلا. صح؟ ما يخليش الزباله بتاعته تتجمع او يسيبها تنزل البحر. هو خلاص هو معتمد على البيئه وعمل كامبينج وراح المحميه وعبايه هناك، تمام؟ واستمتع بالطبيعه. عشان يحقق السياحه البيئيه لازم يحافظ. يبقى الديزرت سفاري دي من السياحه البيئيه بشرط تحقيق شروط السياحه البيئيه، ياخد زبالته معاه، ما يجمعش حفريات، ما يسيبش اي مخلفات. طيب كمان انماط السياحه البيئيه الموجوده في مصر سياحه مشاهده كتير. نتكلم عليها بالتفصيل في يومين منفصلين، بس في سياحه واعده في مصر في جنوب سيناء هنا ممر رئيسي للطيور في مواسم الهجره الربيع والخريف، ومناطق كتير في مصر، في الغردقه وفي اسيوط والعين السخنه وفي نهر النيل، الساحل الشمالي كاترين فيها طبعا، غد فيها، محميات شرم الشيخ وراس محمد، يعني حاجه مختلفه تماما. كيف الشمال في وقت الزرنين، حته الزرنين. فده نوع من نمط من نمط السياحه البيئيه هنتكلم عليه بالتفصيل في اليومين بتوع اوكيو. السياحه العلاجيه برضه من انماط السياحه البيئيه، اللي دي برضه سياحه قائمه على البيئه ولازم تحقق شروط السياحه البيئيه عشان نقول عليها سياحه بيئيه. السياحه العلاجيه دي حاجه مهمه جدا وعندنا نظام. نعم. واحد سيوه ده حمام كليوباترا يا دكتور؟ حمام كليوباترا ده؟ حمام كليوباترا في سيوه ده؟ اه تمام. بعد كده النايل كروزز او رحلات النيل، ورحلات النيل، نهر النيل دي سياحة بيئية طبعا، يطلعوا رحلات يومين ولا ثلاثة في نهر النيل عشان يستمتع بنهر النيل ويشوف الطيور ويشوف النباتات ويشوف حتى البيئة الطبيعية بتاعت نهر النيل. السياحة البيئية بشرط تحليل السياحة البيئية، يعمل وعي بيه ويقدم وعي ويقدم خدمات للناس اللي شغالين على المراكب، وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة، ما يجيش حاجة في نهر النيل مخلفات المراكب نفسها، الجاربج اللي معاه، ما يرميش اكل السمك مثلا في الميه سواء في الجيل او في البحر. فدي حاجات مهمه جدا للسياحه البيئيه. طيب اهميه برامج السياحه البيئيه خاصه للسكان المحليين. يمكن بعد ما اتعلمت المحميات في جنوب سيناء كان في خمس محميات بيمثلوا تقريبا نص مساحه جنوب سيناء، وده كان عامل مسار يعني كلام كتير عن المحافظه وعن الوزارات الثانيه، واخدين مساحات كبيره جدا في جنوب سيناء. فسكان المحليين عايشين جوه المحميات، احنا بقى ايه مالناش دور؟ لا، المحميات من ساعة ما اتعملت في جنوب سيناء فعلا عملت تعاون مع السكان المحليين وقدمت لهم خدمات كبيرة جدا جدا، وبرامج ثقافية وتوعوية، وبرامج ان هم دخلوا من ابنتهم في المجتمع السياحي والمجتمع البيئي. عينا ناس، شغلنا ناس معانا فأدلة قديمة خلاص بيها، وناس ان هم مسؤولين عن تنميتهم تماما، وبدأوا ابنتهم في المنظومة السياحية.